طيب سالي، يعني أيضا لماذا نلاحظ هناك نوع من التكتم على هذه الرحلة؟ يعني لم يصرح أحد مثلا منكم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك ولا مثلا مركز تعريب بالإسلام مثلا يقول أن بعض أعضائه ذهب أو سيذهب مثلا إلى قطر. ما سر هذا التكتم؟ وكذلك يعني هل هناك أمر معين تتحفظون منه؟ أتوقع أنه التغريدة اللي كتبتها في تويتر هي التي أثارت هذا الموضوع نعم، وعرفت الناس أن هناك فعلا وفد عماني سيزور دولة قطر. طبعا في البداية يجب أن نذكر الجميع أن هذه الفعالية فعالية رياضية نعم وليست فعالية دعوية، جميل فكانت الدعوة الجهرية لحكومة قطر للمتطوعين، ممتاز فلب النداء الشباب من الوطن العربي والخليج وخاصة جميل سلطنة عمان، نعم أكثر من 1000 شاب نعم تحركوا إلى قطر لمساندة إخوانهم في قطر. أما بالنسبة للدعوة، طبعا هذا الموضوع من الصعب التصريح بشكل واضح أن هناك جهود دعوية سوف تكون في الميدان نعم نعم لدعوة هذه الجموع إلى الإسلام. نعم كما ترى أن الهجوم العنيف على دولة قطر من بداية اختيار قطر قبل 10 سنوات لأن تقيم كأس العالم على أرضها، فإذا ما نشرت هذا الموضوع نعم وروجت أن هذه فرصة ذهبية لدعوة الآخرين صحيح إلى الإسلام، صحيح فسوف يزيد هذا العداء نعم تجاه قطر، نعم نعم فقد تكون هذه أحد الأسباب. وكذلك الإجراءات الرسمية للمشاركة في هذه الفعالية بالذات كانت صعبة قليلا، أنا بشكل شخصي يعني وزملائي أرسلنا السير الذاتية نعم في مجال الدعوة، ثم ذهبت إلى الجهات الأمنية في قطر، ثم يعني حاولت الجهات المختصة في قطر أن تجد لنا مدخل من ناحية بطاقة هيا، نعم حيث طلبت الفيفا أن نشتري تذكرة لحضور تذكرة مباريات، لبعض المباريات، يعني هو ترى ولكن الحمد لله تيسرت الأمور، نعم تيسرت الأمور واستطعنا أن نحصل على المقاعد، ولم تقصر حكومة قطر حقيقة في المتابعة نعم والحرص على أن نكون، خاصة الوفد العماني أن يكون حاضرا، بسبب أن الخليجيين بشكل عام أدرى ببيئة الخليج ويعني تعريف نعم الغير المسلمين بالإسلام وبالبيئة الخليجية بشكل أصح يعني. ممتاز. نعم.